مدام مساعد في كتير قوي من الناس اللي بيوصلوا يمكن بيتحرجوا انهم يتكلموا عن ماضيهم. معرفش هل اجد لديك الشجاعه انك تقولي لي بعض الوان المعاناه اللي كنت بتعانيها في صغرك؟ لك الحق انك انت تجاوبي او ما تجاوبيش. الحقيقه يعني انا اتحرمت من الجو جو الاسره اللي هو بيبعث طمأنينة في نفس الطفل ويحسسه ان هو في امان وان الحياه ماشيه كويسه ما فيهاش حاجه. باستمرار طبعا مش لوحدي انا واخواتي في شعور بالقلق او شعور بالخوف من المستقبل. ان في كان خلافات مستمره بين والدي وبين والدتي وتنقلات على طول واحنا اطفال، يوم نلاقي نفسنا عند بابا يوم نلاقي نفسنا عند ماما يوم نلاقي نفسنا تمزق. ده يعني تمزق يعني انا ما حسيتش ابدا بالجو الاسره اللي هو بيكون النفس وبيدي قوه للبني ادم في الحياه. ده ما منعش انك تبقي مرحه، انسانه من صفاتك المرح رغم رنه حزن موجوده كده، نغمه حزن موجوده زي وتر شيلو كده في داخلي. يعني انا احب الابتسامه واحب الفرح يعني قوي. لكن انا جوايا حزن كبير جدا. قد يكون سببه ده وقد يكون سببه ان الفنان احيانا بيلاقي نفسه كده. في الغالب بيكون سببه الاساسي ان الواحد اتحرم من الشعور ده، شعور الامان وهو صغير. مدام سعاده، ايوه. طب الاسره اللي انت كلمتيني عنها مليانه مواهب فنيه متعدده. عن اختك نجاة، اخوكي فنان عازف كمان. معرفش كل اخواتك كان ليهم لمحه فنيه يعني. يا ترى ده سببه انكم انتوا نفسكم لما عشتوا في جو اسره اختلفت ابتدت كل واحده تبحث في داخلها عن ايه اللي ممكن يوصلها يعني؟ هو الحقيقه ان ابويا كان بيحب الفن جدا بجميع انواعه وكان بيشجعنا قوي على وكان بيحترم الفن قوي يعني بيقدسه. ده في وقت يمكن كان مش كل الناس عندهم النظره دي. يعني ده من وقت قديم قوي. فدي احنا خدناها منه، يعني خدنا منه احترامنا للفن، ان الفن حاجه جميله وحاجه كبيره وحاجه كبيره للناس والناس، يعني الفن في الحياه حاجه مش قليله ابدا. دي حاجه بس احنا طبعا دي ساهمت كتير قوي في زائد ان الواحد كمان لما يعني بيفتقد حاجات يمكن بيحاول يعوضها عن طريق الفن. انا سعاد اختي كامل بين العباد حسني اشتهر.